وجددت الألم فينا وشفنا فيك حكمنا بتتعلق مع الزينة. يا ليلة العيد ده عيد ولا شوية ناس بتتسلى وتلعب بالكبير فينا ولو مش عاجبه يتدلى. يا ليلة العيد ده عيد أضحى وبسأل إمتى راح نصحى وإمتى نلقى حكامنا بتتكلم وبالفصحى. فصحى يعني دين وبذور بيشهد بيه زمن بيدور وفي كتابه الكبير جدا مسجل اسمنا بالنور. يا ليلة العيد مالين اعتاب في اوطاننا بنبقى عذاب ومش قادرين في يوم نحلم ولو نحلم بنلقى صغار. يا ليلة العيد ده عيد غيرنا مفيش اعياد بتوصلنا ولو هلك ليالي العيد بتتكعبل فأحزننا وأحزننا بقت بتكون. مفيش واحد مهوش مهموم بنخسر كل يوم حاجة وحكامنا في عز النوم. يا ليلة العيد تعيد إعداد ومقصودش المهيب سطار ولكن قصدي أمتنا اللي إنجازها كلام في كلام. شكرا.